أهلا فيك من أي مكان عم بتتابعنا بالعالم. إذا أنت جديد على قناة أو رسالة كن أنت، برحب فيك من كل قلبي. وإذا أنت برضو من المتابعين القدام، برحب فيك من كل قلبي في حلقة جديدة من تأملات فكرية. السؤال الدارج هلا بالعالم: هل رح يرجع الوضع الطبيعي؟ هل رح نرجع للوضع الطبيعي؟ الجواب نعم. بعدين بيطلع لك حدا بعد يومين بحكي لك لا، بعدين بطلع حدا بعد 5 أيام بحكي لك رح يرجع الوضع الطبيعي، بعدين بيجي واحد بعد 2 أسبوع بحكي لك لا 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 لا، الوضع ما رح يرجع للوضع الطبيعي. فالسؤال: هل رح ترجع الحياة للوضع الطبيعي؟ هل رح ترجع أنت للوضع الطبيعي أم لا؟ رأيي الشخصي: ما تخلي هذا السؤال يتلاعب داخل نفسك، لأنه هذا السؤال مستند على فرضية إنه في شخص خارجك أو في جهة خارجك هي عندها السلطة والقوة إنها تعطيك الإذن إنه الحياة ترجع لنفسك. زي كأنه واحد مع الختم وإنت معك ورقة وصاف بالطابور وبتستنى، فأنت عم تستنى دورك عشان يختم لك ويقول لك روح وعيش حياتك. هاي أقذر تلاعب فكري خطير قائم في الجنس الإنساني الآن. ليه؟ لأنه هذا الإشي بيبعدك عن حقيقتك الروحية، لأنك أنت الحياة ذاتها عم بتعبر عن نفسها. أنت تجلي، أنت تجسد للحياة نفسها وذاتها على الأرض، وهاي الحياة عم تسري من خلالك الآن. قلبك بدق من خلال طاقة وقوة الحياة، دماغك عم بيعمل هلا شبكات عصبية جديدة إذا كنت مركز أو ملهم باللي عم بحكيه، من خلال قوة الحياة، من خلال برانا الحياة. فلما أنت تسمح لنفسك الذل بأنه شخص خارجي يعطيك هذا الإذن، معناته أنت استعبدت نفسك في قوانين الشخص الخارجي. وخليني أحكي لك، هلا إحنا بلشت تتضح كتير أشياء للناس، كثير أشياء الناس كانت غافية عنها، مش مستيقظة إلها. وبالسنتين الأخيرين كثير ناس بلش يشوفوا أنه في قوة ظلامية على الأرض حقيقية وواضحة وبتحكم وبتسيطر، وهدفها تحاول تمنع اليقظة أو الصحوة الإنسانية. وهذا الشيء لا يمكن، مستحيل، لأنه هلا الصحوة الإنسانية إلها قوة خارقة. لذلك هم وصلوا مرحلة من الزيف والخوف اللي عم بيحاولوا يوقفوا الموضوع بأي طريقة ممكنة. وواحدة منهم إنهم يتلاعبوا بنفسك بإنهم يجمدوها في خط زمني معين حتى تضلك مفكر إنه الإذن معاهم لتبلش تعيش الحياة اللي هي أنت. أنا هون عشان ألهمك تصحى وتحكي بكفاية وتسترجع قوتك، تلملم القوة اللي بعثرتها لكل هاي الجهات الخارجية، وتحكي أنا بختار أعيش الحياة الآن، الحياة الروحية المتجسدة بالعالم المادي، أنا بختار أعيشها الآن. فممكن تحكي هلا يا هابل بتحكي حكي فلسفي وحلو، ولكن فعليا في أماكن مسكرة، فعليا ما بقدر أروحون، فعليا بقدرش أدخلون، فعليا بقدرش أخلص وراقي. هذا جزء من التحدي اللي هلا منعيشه كالجنس البشري، وهذا مش أول تحدي ولا رح يكون آخر تحدي. وكل تحدي هو بعطي بيئة خيميائية وكيميائية إنه يطلع إمكانيات من نفسك إذا كنت متصل في داخلك. ليه؟ لأنه التحدي هو عبارة عن عملية ضغط، هي عبارة عن عملية تلاعب في حدودك حتى تسمح تطلع إمكانيات أكبر. وهذا إشي حتى بنعرفه بقمة الأداء، كل ما يزيد الضغط لمرحلة معينة بيطلع إمكانيات أكبر. ولكن عشان تستخدم العالم الخارجي حتى يطلع منك إمكانيات، بدك تفصل انفتاح أو انغلاق العالم الخارجي عن سريان الحياة في داخلك. لأنه ممكن تكون في أي مكان، إن شاء الله في غرفة مسكرة، وعم تسري منك طاقة البرانا والحياة وعم تتغلغل في العوالم الداخلية، أو ممكن تكون في أكتر مكان مفتوح بالعالم ولكن أنت مغلق داخلياً. اللي بيحدد هذا الإشي وعيك الداخلي. فما تسلم وعيك الداخلي ومفاتيح وعيك الداخلي لأي جهة خارجية، خصوصاً إذا الأجندات اللي عم نشوفها هلا ليست أجندات نقية. شوف، كلنا جربنا أنه نكون بالمدرسة،
ونستنى نحكي بس اتخرج من مدرسه انا برتاح ببطل مضغوط او بس اتخرج من الجامعه ببطل مضغوط، هذا شيء مشي معك، او بعدين بس مش عارف شو يصير معايا، او بس اتجوز، او بس اجيب اولاد. هاي خدعه ذهنيه، لانك اذا انت مضغوط 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 لما تخلص مدرسه انت يمكن تنجز او تستشعر هذا الانجاز ليوم يومين، ولكن بعدين راح ترجع حالتك النفسيه تستند على الحالة اللي انت مرتكز عليها. يعني اذا انت متعود على التوتر، بيئتك النفسية بيئتك الذهنية هي اصلا عايشة ببيئة التوتر، فما رح يتغير هذا الاشي مع الانجاز. الانجاز رح يعطيك دفش الدوبامين صغيرة او دفعة معنوية صغيرة، بعدين رح ترجع للحالة اللي انت معتاد عليها. غير لما انت تبلش تدرب حالك تغير حالتك العاطفية، حالتك الذهنية، او مستوى الوعي تاعك من الداخل بالتدريب بعادات مستمرة. فنفس الشيء هلا، ما تفكر انه لو فتحت الحياة واللي هي راح يضلوا افتح سكر افتح سكر افتح سكر وتلاعب تلاعب 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 فجأة راح تحس انت انفتاح كبير. لا، لانك انت تبرمجت على الخوف لفترات طويلة، تبرمجت على الرعب، تبرمجت على الانغلاق، تبرمجت انك تستنى من برا. لما تفتح الامور برا راح تكون عبد اكثر من السابق، لانك عندك اعتماديه على النظام، بلجد بهذا النظام الماتريكسي اكثر من اول. واللي هلا مفروض يصير انك تستخدم اللي بصير تو انبلج اكثر. هل معناته انبلج بدك تروح تعيش بالصحراء لحالك؟ على الغالب لا، ولكن معناته تبلش تشوف وين انت بتسلم مفاتيح القوة الداخلية تاعتك. وهذا الاشي كلنا مرينا فيه. في البداية كان في تحدي كبير بالفترة في بداية الوضع الصحي، اني استجمع قوتي، اني اطلع من المخاوف، واخذني فترة. مرات برجع بغطس بالموضوع، ولكن هلا واعي لما ابلش احكي انت الامور تفتح، بعرف اني انا هلا بالوهم، بعرف اني انا انغمست في هذا الوهم، بعرف انه انا في مكان غير قوي. برجع السايكولوجي تاعتي للسنتر وبرجع بطلع حوالي، انا بتنفس، اوكي، كل اللي عم بيصير برا ما له القدره يحدد انه الحياه بتسري من خلالي. كل علي اتذكره اني انا الحياه بتعبر عن نفسها، بتعبر عن ذاتها. هنا بترجع لي القوه الداخليه. لذلك ضروري 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 تصحى من هذا التلاعب في خطك الزمني اللي عم بجمد نفسك الآن. هذا شيء أعمق ما بتتصور، وإله نتائج أعمق ما بتتصور. كون واعي، كون واعي على الأشياء اللي بتصير. ما تكون من الناس اللي بس انكشف له جرح عاطفي أو شيء داخلي صار يحكي أنا ما بدي أشوف، أنا بفضل الجهل، يا ريتني جهل. قد سمعنا هاي الجملة، أنا بفضل الجهل، أو بالانجليزي ignorance is bliss. هاي جملة كارثية. ignorance is not bliss، او الجهل مش بركة ابدا ابدا ابدا. الجهل معناته انت عرضة لكل انواع التلاعب، عرضة لكل انواع الافتراسات العاطفية، عرضة لكل انواع اللي ينلعب فيك زي الدمية، زي دمية الشطرنج. الشخص الواعي هلا، المنتبه هلا، اللي بيسمح لهاي الاشياء تظهر امامه، بيسمح للتلاعب تظهر امامه، بيسمح يشوف لنفسه التلاعب اللي عم بيصير خارجه ويسترجع قوته الداخليه، هذا الشخص اللي بيعيش حياه تمكين صادقه، بيعيش حياه قوه حقيقيه. اما الشخص اللي بده يضل يغطي 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 عشان خايف يشوف انه النظام يمكن ما يخدمه، هذا شخص عم بنغمس أكثر بالبعد الثالث، عم بنغمس أكثر في الاعتمادية طاقياً على أشياء خارجية. كون مستقل، لأنك أنت مستقل. نعم إحنا واحد بالعمق من مصدر واحد، ولكن إحنا مستقلين، وخصوصاً ما تعلق طاقتك على ناس عندها أجندات ما بتخدمك. لاقي الأجوبة من جواتك. قلبك هو العضو الوحيد داخل جسدك الآن اللي فيه طاقة التكوين الأصلية، اللي فيه الخريطة الجينية والدي ان اي النقي الخالص اللي انت مفروض تعبر عنه برسالتك. لذلك ارجع لقلبك، اسمع لقلبك، ومن هذا المكان اتحرك. وقلبك هو منه تطلع مصدر الحياة. ما تسلم هذا المفتاح ولا لأي شخص تاني، صونه حتى الحياة بتصونك. من كل قلبي بتمنى لك حب وسلام، بتمنى لك رصانة في رحلة الحياة.